أكدت شركة النقل وتجارة المواشي اكتمال استعداداتها لاستقبال موسم عيد الأضحى المبارك، موضحة أن مسلخ العاصمة جاهز لاستقبال الأضاحي بسعة 900 رأس في الساعة الواحدة عبر 5 خطوط ذبح. هذا يعتبر أول عيد أضحى للشركة في مسلخ العاصمة وسوق الماشي المركزي. التجهيزات بلشت تقريبا من 3 أو 4 شهور باستيراد كميات من الأغنام الاسترالية، وصلت موجودة في الحظائر وراح تكون جاهزة وحصرية في مسلخ العاصمة. التجهيزات راح تبدي ليوم العيد، راح نستقبل الأغنام سواء الناس اللي جاية من برا أو اللي شارية من السوق، أن تدخل في خط ثابت هني، ندخل بعدها إلى صالة الذبح في 5 خطوط ذبح بين الأوتوماتيك والعادي، كلها تبدي بذبح بسكين، وبعدها عاد الإجراءات السرعة راح تكون الخطوات اللي موجودة حسب البروسيس. الإجمالي أعداد الأغنام اللي راح يستوعبها المسلخ في الساعة الواحدة 900 رأس في 5 خطوط، وبعدها راح يستلمون ذبايحهم من الملحمة.